طبعا ده كان يعني الرد الفعل الخاص بمودريتش وفوزه وتسليمه لجائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الفرنس فوتبول والبالون دور 2018. وزي ما قلت لحضراتكم أنا أعتقد إن دي آخر موسم بالنسبة لمودريتش في تحقيق الألقاب الفردية. مودريتش مع ريال مدريد بعد بطولة كأس العالم مش بيأدي بالشكل المطلوب ولا بيأدي بالشكل اللي حققه مع فريقه الموسم الماضي وأيضا مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم. لكن الأهم والأعظم من تسليم جائزة مودريتش ورد فعله هو رد فعل والد ووالدة مودريتش في لما عرفوا إن ابنهم فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم. مش بتكلم على رد الفعل كمان في الحفلة، ده كمان لما طلبوا منهم التسجيل قبل ما يتم تسليم مودريتش الجائزة بيوم، ورد فعل وشعور الوالد والوالدة اللي أكيد ليهم فضل عليه كبير جدا جدا لما يشوفوا ابنهم في يوم من الأيام هو أفضل لاعب على وجه الكرة الأرضية. إحساس جميل جدا وإحساس مفيش أكتر منه، فرحة للأب أو للأم لما يشوفوا ابنهم هو أحسن واحد في العالم. وكمان زوجتك وأولادك لما يشوفوا الكلام ده على الطبيعة ومن مسرح الأحلام أو مسرح تسليم جائزة البالون دور، فده شرف ما بعده شرف. ووجود أيضا محمد صلاح ضمن أفضل 6 لاعبين في العالم ده شيء يشرفنا كمصر ويشرفنا كعرب، لكن عدم وجود ميسي ومحمد صلاح ورونالدو في الحفلة طفوا كتير جدا من رونق وجمال ونجومية الحفلة. 2 لعيبة أو 3 لعيبة، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي محمد صلاح وهداف الدوري الإنجليزي، وأيضا رونالدو أفضل لاعب 5 مرات في البالون دور وميسي 5 مرات، فعدم وجودهم ده عليه علامات استفهام. ولابد أن يعني كان يعني يتم التعامل مع الأمر والموضوع من فرانس فوتبول بشكل أفضل من كده. هنشوف رد فعل والد ووالدة مودريتش ونرجع نكمل تاني. أنا قلت 3 لعيبة ما كانوش موجودين في حفل اختيار أفضل لاعب في العالم، لكن اللاعب الرابع اللي أنا نسيت أقول اسمه هو لاعب مهم جدا، هو لاعب يعني حديث الساعة وحديث الصحافة، هو اللاعب المنتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان عن طريق 222 مليون يورو، وهو اللاعب نيمار جونيور. نيمار جونيور طبعا عنده عدد متابعين بالملايين على الانستجرام وعلى الفيسبوك، وبالتالي في الوقت اللي كان بيتم تسليم جائزة البالون دور أو في يعني نفس الوقت اللي كانت بتقيم فيه الحفلة بشكل عام، عمل رد فعل أنا أعتقد إن فيه استهزاء كبير جدا بالجائزة وبالمقيمين على الجائزة. لكن هنتكلم بالحق إن نيمار لا يستحق إن هو يكون موجود من ضمن أفضل لعيبة في العالم بسبب الإصابة في الموسم الماضي، وأيضا مع منتخب بلاده لم يقدم مستوى جيد أو مردود جيد. لكن نيمار عمل إيه؟ نيمار كان مشغول بلعب كول اوف ديوتي على البلاي ستيشن، مش بس كان مشغول ده كمان صور نفسه بالفيديو ونزلها على الانستجرام علشان تكون مسج اندايركت او مسج غير صريحه للبالون دور ولمجله فرانس فوتبول، زي ما انتم مشغولين انا برضه اعتذرت عن الحفله علشان كنت مشغول جدا وكان عندي حرب في كول اوف ديوتي. تعال نشوف ازاي نيمار كان مشغول عن الحفله بالبلاي ستيشن ونرجع نكمل معه. ده سبب اعتذار نيمار عن حفلة البالون دور. بلاي ستيشن مهمة لبعض لاعبي كرة القدم عن وجودهم في بعض المناسبات الخاصة بكرة القدم. واضح ان نيمار كل علاقته بالكرة التدريبات والمباريات، لكن الاحداث المحيطة بالكرة هو لا يتابعها. ماشي، مفيش شك ان اي مدير فني بيعمل انجاز وبيطلع لاعب وبيكون ليه فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى على لاعب اكيد شيء بيبسطه جدا وشيء بيسعده. على مر التاريخ شفنا مدربين كتير جدا خرجوا لعيبه واساطير، يعني لو هنتكلم على كريستيانو رونالدو فبنتكلم على سير اليكس فيرغسون، بنتكلم على ميسي فبنتكلم على فرانك ريكارد وجوارديولا الى حد ما، لو بنتكلم على محمد صلاح فبنتكلم على نادي المقاولين العرب وبازل السويسري. لكن ديشامب وامبابي هي علاقه من نوع خاص واحتفال من نوع خاص. لما تم اختيار امبابي لجائزتين، اول جائزه هي جائزه كوبا لافضل لاعب صاعد تحت 21 سنه في العالم، وكمان حصوله على افضل لاعب في المركز الرابع بعد مودريتش ورونالدو وجريزمان. لكن الاحتفال كان مختلف ما بين ديشامب وبين امبابي، تعالوا نشوف.